كمحب للترجي الرياضي هذا راه والله سؤال ماشي راه تونسي معناه باش يبدا في بالك ما قل لي شنو هي رايك؟ ما حتى مشكل يا اخي تو يوسف شادي يحب النادي الافريقي عيب، سمير ديلو يحب النادي الافريقي عيب. انا السؤال مش سؤال، الجواب الركيك هذاك نتاع فريقي المفضل المنتخب الوطني نكره. انا تعتز عندي حساسية من الترهدين، ما عندي حتى مشكل، كل انسان عنده جمعية تحب ليتوال تحب سي اس اس، ما عندي حتى مشكل. انا تربيت صغري بين الترجي وسيوتي، ما عندي حتى عقدة في هذه دار، ما متي تطل على الاستاد الملاسين، ويعني اذا الترجي تلعب في تونس نمشي الاستاد، اذا تلعب البرة نمشي الملاسين. محب تتنقل بعد الترجي كنت يعني؟ بالمناسبة انا نهار الحد اللي تعدى تفرج في ماتش سيوتي والفحص في استاد الملاسين بيه، والبارح تفرجت في ماتش الاسبيرانس في شو عملت بربي سي تي والفخ ربحت 3 بلاش، فهمت؟ اي حابين نعرف ماتش تحفون الاتليله عندها دور ولا اي، وانا حفزتهم معنويا وانا اللي اسفني في الماتش، تعرف شنو قعدت نحكي انا ورئيس جمعيه فوره العاكرمي، انا نعرف استاد سي تي اللي انا صغير مثلا في الثمانينات واول التسعينات كان ثم مدارج على اليمين وعلى اليسار في الملاسين، توا كرسي ما فماش، معناه اقصى طموح الملاسين وسيوتي انهم او طموحهم تاع المستقبل انهم يرجعوا عام 80، حاجه معبره برشا، ان شاء الله نعاونوا في هذا قد ما نقدروا. بالنسبه للبارح، البارح انا في استاد بيان سور، معناه حاجه طبيعيه بالمناسبه انا بوني سنوات، معناه ما عنديش مشكل في هذا. وخليني نقول لك الجمهور الترجي ما تقلقوش الهزائم، لانه شبع انتصارات وشبع القاب، معناها طبيعي انه ماكش كل عام باش تهز القاب. عبينا عنا تخمه، هزينا تيتروات اكثر من اللي من المعدل العادي، فعادي الهزيمه جزء من السبور. ساعات الهزيمه تفكرك اللي انت تفرش في سبور، خاطر كثره الانتصارات تولي مشكله تغلط ناس في ما تقلقش دونك من الهزيمه ضد، لا 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 عادي. فقط اكدت لي قناعه لي تاريخيا الترجي لازم هاريجيسور في التيران، لازم انديس انفريديس، واضح كل ما تلعب بلاش ديس ثم خلل في مش محبرك معناها تفهم الترجي تصنع لعب واضح، وكان تحب معلوماتك هذه لابونمون، معناها لابونمون تاع الترجي السنه هذا بيان سور 2019-2020 سيف الدين مخلوف محب وفي للترجي الرياضي، ما فماش حتى مشكله واضح، وما عندهاش علاقه بالقناعات السياسيه، بعيد كل البعد عن القناعات السياسيه واضح.